نظم مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالخدمات الطبية الملكية تحت رعاية سعادة اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، وبحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة مؤتمر البحرين الدولي الأول للجروح الذي سيستمر لمدة 4 أيام. هذا وقد أعرب العقيد طبيب نايف لوري رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عن أخلص آيات التحية والتقدير إلى معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على دعمه اللامحدود للكوادر الطبية الوطنية في تطوير القطاع الصحي بالمملكة، كما قدم خالص شكره لسعادة وزيرة الصحة على جهودها في تعزيز المنظومة الصحية في المملكة وتطويرها إلى الأفضل، وإلى سعادة قائد الخدمات الطبية الملكية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر وحرصه الدائم على تسخير إمكانات الخدمات الطبية الملكية في مجال التدريب المهني لمقدمي الرعاية الصحية، والتي تعتبر ركنا أساسيا في عملية صقل الكوادر الطبية. أكد العقيد طبيب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر على أهمية مواصلة المسيرة وتعزيز الخطوات الرائدة التي تسير عليها مملكة البحرين والخدمات الطبية الملكية في مواصلة التطور والازدهار في القطاع الصحي. تطوير مستمر واستثمار حقيقي في العنصر البشري يهدف له مؤتمر البحرين الدولي الأول للجروح من خلال استقطاب أكثر من 30 متحدثا لاستعراض أحدث التقنيات العلاجية في هذا المجال. هذا المؤتمر يستعرض التقدم العلمي في المجال الطبي من خلال جدولة 12 ورشة عمل تشمل المحاكاة الطبية واستعراض عدة أنواع للجروح بأحدث التقنيات وتحت إشراف الخبراء والاستشاريين بشراكة استراتيجية مع مؤسسات طبية متخصصة. المؤتمرات الطبية الحقيقة مهمة جدا لتدريب الأطباء وتعريفهم بكل المستجدات في الطب، وهي الحقيقة شيء يشكر عليه يعني كل من يقوم بمؤتمرات في هالمجال. والمجال في مسألة الجروح الحقيقة شيء مهم جدا، لأن الناس تعتبر دائما الجروح إذا كان واحد صار سكين أو شيء من نوع من الجروح وايد، مثل اللي يصيدهم سكر يصير فيهم قرحة في شو اسمه، هاي نوع من الجروح اللي يصيرون بعض الساعات الناس الكبار اللي هم قاعدين في يعني ما يتحركون يصيرهم قروح في الظهر، فهي كلها انواع من الجروح يعني مهمه. وبعدين يعني لها علاج خاص طبيعي غير العلاج بس البسيط، مال الجروح البسيطه تحتاج لها علاج اكثر، تحتاج لها معامله اكثر. وحقيقه انه يعني الموضوع هذه موضوع يعني مهم وشيق ومتعدد الجوانب. هذا المؤتمر هو المؤتمر الاول في دراسه و بحوث الجروح الجلدية. هذه المؤتمر تخصص في علاج الجروح من بداية دخول الطوارئ إلى غرفة العمليات وإلى الأجنحة وإلى العيادات حق المتابعة بعد العلاج، وللتأهيل النفسي والتأهيل الجسماني. هذا المؤتمر يعتبر مؤتمرا لتعزيز مكانة البحرين في التدريب الطبي من خلال التدريب العملي والأكاديمي تحت أيادي المختصين والمستشارين المحليين والعالميين. طبعا المؤتمر يركز على الناحية العلمية وعلى البحوث وعلى الناحية اللي هي آخر المستجدات في علاج الجروح. فاحنا دعينا خبراء في الجروح، اطباء وغير اطباء من جميع انحاء العالم. عندنا ناس من الولايات المتحده ومن اوروبا، وايضا هنا خبراء اقليميون موجودين معنا وخبراء وطنيين ايضا. ان المؤتمرات الطبيه هي جزء لا يتجزأ من المنظومه الصحيه العالميه، لأن مهنة الطب تعتمد بشكل كلي على نقل الخبرات الطبية والجراحية من خلال التدريب العملي من الاستشاري إلى الطبيب إلى الطالب في تخصصه. فالمؤتمرات الطبية تمثل أفضل السبل في جمع الخبرات المتخصصة الحديثة مع الكوادر الطبية لخلق بيئة شاملة لكسب العلم والخبرات والمهارات الدقيقة. ما
مملكة البحرين تسعى وبكل جهد للتميز في القطاع الصحي في المؤسسات الحكومية والخاصة والعسكرية والمدنية لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار وتقديم أفضل الخدمات في شتى المجالات. يعتبر العنصر البشري في مملكة البحرين من العناصر الهامة التي يجب تطويرها بشكل مستمر، وتؤكد مملكة البحرين على ذلك من خلال استقطابها للعديد من المؤتمرات الدولية. ويأتي مؤتمر البحرين الدولي الأول للجروح شاهدا على ذلك باستقطابه العديد من المتحدثين من مختلف أرجاء العالم لخدمة الأهداف النبيلة الطبية. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.